هو فعلا يا دكتور الراجل يقدر يبقى السوبر مان اللي الست بتحلم بيه؟ ولو فيه ايه مواصفات السوبر مان ده؟ خلق الذكر الرجل ليكون سوبرمان، بس هو مش هيكون السوبرمان اللي الانثى بتحلم بيه، هو هيكون سوبرمان اللي هو مؤهل ليه، اللي ربنا خلقه يكونه، هتكلم عنه حالا. اما بيكون هذا السوبرمان الانثى بتنسى اللي هي بتحلم بيه وبتخضع له. الستات عندهم تعبير بموت فيه، يقول لك ايه؟ جوزي مالي عينيا. مفيش راجل يقول مراتي مالي عينيا، جوزي مالي عينيا. مالي عينيا يعني ايه؟ يعني هي شايفاه سوبرمان، بس سوبرمان هو بحاله هو، مش بمقاييسها هي، لان الانثى ما تعرفش تجيب حال السوبرمان، يعني اللي بيحقق لها كل حاجه، هي بتحكم على احتياجاتها. حال السوبرمان ده حال شعوري، ما يعرفش يجيبه ولا يشعره ولا يفهمه الا ذكر، عشان كده هو ما يعرفش يبقى السوبرمان اللي في خيالها، لكن يعرف يبقى سوبرمان هي تشوفه تنبهر وتخضع له. ولهذا خلق الذكر، ولهذا خلقت الانثى بتخضع للسوبرمان. الراجل الذكر لا يخضع الانثى، الانثى بتخضع له. اما بيكون ذكر سوبرمان، بيكون رجل سوبرمان، الانثى اوتوماتيك بتخضع للذكر. لكن الراجل اقعد يا ولية، قله ادب، مش رجوله. الراجل بالعكس، لان الراجل على العكس تماما من هذا الاخضاع. الراجل مع انثان ناعم جدا وحنين جدا، ولنا في رسول الله عليه الصلاه والسلام اسوه حسنه صلى الله عليه وسلم، كان حنين جدا مع زوجاته. خيركم لاهله. بالظبط بالظبط، كان حنين جدا مع زوجاته. اما السيده عائشه ضاع منها الحلق بتاعها، وقف 70 80 راجل ماشيين في صحراء، وقفهم ودوروا لها على الحلق بتاعها. ده منتهى يعني الدلع، بيدلع. ده دور الذكر بالمناسبه، الذكر القوي يدلع مراته مش يخدعها، هي بقى بتخضع له اما يكون هو ذكر قوي. معايا حضرتك؟ فلهذا خلق الذكر، وبالتالي الذكر بيجد متعه في ان يكون هذا الرجل القوي، الجبل النسر، قوي قوي جدا، مسيطر جدا، حنين جدا، بالذات مع الانثى في حياته. الانثى هنا مش تعريفها الزوجه بالمناسبه، ان اختصروا الانثى في الزوجه، الكلام ده كلام فاسد. الانثى ام، الانثى زوجه، الانثى اخت، الانثى ابنه، الانثى خاله، الانثى عمه، اي انثى في المجتمع. فالذكر راجل معاها في اطار العلاقه، هو راجل. يعني دي مواصفات الذكر السوبرمان يا دكتور، يعني ان يبقى له انثى خاضعه؟ لا لا، لما بيكون ذكر سوبرمان الاناث في حياته بيخضعوا له اوتوماتيك، ما بيقولهمش اخضعوا لي ولا حاجه، هم كلهم بيتمنوا الرضا يرضى اوتوماتيك لوحدهم، وهم ما بيبقوش عارفين هم بيعملوا كده ليه، هم بيعملوا كده لوحدهم، عايزين يرضوه باي شكل. بس هو علشان يبقى هذا الرجل مهم جدا يبقى سوبرمان. مفيش راجل مش كسيب، خد بالك كلمه كسيب في اللغه العربيه يعني على وزن فعيل، اسم فاعل بصيغه مبالغه، فعيل يعني شديد الكسب. فالرجل كسيب يعني ايه؟ لو قلنا بالاسبوع، لو قلنا بالشهر، لو قلنا بالسنه، كل شهر بيكسب اكتر من الشهر اللي قبليه. كسيب ليه؟ كسيب لان هو عينه على الكسب، عينه على التحقيق، عينه على التنفيذ، لان هو لا يخضع للظروف. الذكر لا يخضع للظروف. يعني حواليك على حاجه، عمليا احنا كلنا النهارده عايشين نتاج كم صحابي كانوا رجاله، هم اللي فتحوا البلاد اللي احنا فيها دي، وهم اللي احنا عايشين على خيرهم بعد 1400 سنه، هم اللي شايليننا الى اليوم. احنا مش واخدين بالنا من حاجات زي كده، واخد بال حاجه؟ فهو الرجال هم اللي بيعملوا الواقع، الرجل ما ينكسرش بالعقبات، ده هو اللي بيذلل العقبه وبيخترق العقبه ويكسرها. فالراجل كسيب، فاحنا بنشوف ان هو راجل ربنا موسع عليه، بس هو ربنا موسع عليه بان هو كسيب اصلا، ان هو منحه صفه الكسب والقدره على. كان جدي الله يرحمه كان من هذا النوع من الرجال، ابو امي، وكان امي تقول لي، وكان تاجر، تاجر كبير، فكان التجار مسمينه ابو ايد خضراء. لو مسك اي حاجه يبيعها يكسب فيها، اي حاجه بيشتريها لازم يكسب فيها، ما بيخسرش. طبعا عمليا اي حد بيخسر، بس الفكره ان هو ما بيوقعش، ما بيكسبش. فالراجل كسيب، وبالتالي كريم جدا. في المقابل بقى بخيل؟ لا، ده كريم جدا وشديد الكرم على الانثى في حياته. كان شديد الكرم مع مين؟ مع مراته او زوجاته، كان اكتر من زوجه. شديد الكرم مع مراته، شديد الكرم مع بناته، شديد الكرم مع اخواته البنات، مع خالاته، مع عماته، شديد الكرم مع اولاد اخواته. يعني جدتي ام ابويا دي بنت اخوه، بنت اخته انا اسف، كل يوم تروح تزوره بعد صلاه الفجر، تخيلي، وكل يوم يقابلها خاضعه، كل يوم هي خادعه ورايحه له في ميعاد غريب بعد صلاه الفجر. اذا جدتي الله يرحمها كانت تتجنن منها، يعني انت بتقول له يعني استنى الشمس تطلع، طيب تقلع. وهو يقول لها ابدا، بنت اختي تيجي اهلا بيها في بيتي، ويقوم ويسلم عليها ويرحب بيها ويقوم بالواجب معاها يوميا. راجل
طب يا دكتور، حضرتك أثرت جدل كتير قوي على السوشيال ميديا بفيديوهاتك اللي بتقول إن أساس الذكر الاختراق عموما في الحياة. ممكن حضرتك توضح لنا ليه الاختراق بالذات اللي حضرتك اخترته تميز بيه الذكر؟ لأن الذكر غير الأنثى، الأنثى شغالة حياتها مبنية على محور العاطفة والاستمتاع، فالأنثى لا يعنيها إطلاقا كيف تحدث الأشياء. الأنثى عايز تنبسط، الحاجة اللي نفسها فيها تجيلها، هي مخلوقة كده، ربنا خلقها كده. هو بقى قوته وبيسعد بإيه؟ بإن هو يسعد اللي حواليه، وبالتالي بتقابله عقبات كتير جدا. يعني عقبة الأنثى إنها مش عارفة إزاي تستمتع، مفيش حاجة تستمتع بيها من وجهة نظرها، أو مش عارفة تنبسط باللي معاها. لكن متعة الذكر في إن هو يمتع هذه الأنثى، إنه يوفر لها، إنه يديها، إنه يسعدها، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأنثى كرمها بإن الرجل في حياتها كسيب ومسؤول عنها. ودي فطرته، يعني ليها صديق عزيز مطلق مراته، متحوش مع بعض، بيصرف عليها كأنها مراته تماما وكأن لم يحدث شيء، مع انها مش مراته شرعا وما فيش بينهم اي علاقة خالص غير السلام عليكم وعليكم السلام. بيصرف عليها شخصيا غير ولاده. ليه هو بيعمل كده؟ بيعمل كده بتلقائية شديدة، يعني ما حدش قال له حاجة، يقول لي ازاي دي كانت مراتي سنين، ازاي تتبهدل يعني شعر ذكورته بالظبط. بيقول لي انا لا اقبل اطلاقا انها تعيش على مستوى اقل من اللي انا عايش عليه. بيقولي انا لا اقبلها، بيقولي انا لا اتحملها، ما اتحملش انها تعيش على مستوى اقل من اللي انا عايش عليه. طبعا مستوى عالي جدا من الذكور، هو واخد مقابل، المقابل هو احساسه بقيمته وبمكانته وبرجولته. طبعا الست دي لما بتكلمه في التليفون بتشكره ولا بتقول له اي كلمه طيبه، بتقولها له من هنا من قلبها، واصلها في قلبه، واصلها في قلبه ايه؟ انت راجل. يعني يا دكتور، كل الذكر اللي بيعمله ده حياته كلها ماشيه بمنطق الاختراق لكل شيء. وده اللي بيجنن الستات من الرجاله. إن هو عشان كده قعدت سؤال تاني، الراجل عايز اي عقبه يكسرها ويعديها. يا هقول لك على حاجه لطيفه يمكن اول مره اقولها في حياتي، انا بقالي فتره شغال على نفسي في قصه الرجوله دي، واخد بال حضرتك؟ تون صوتي، طريقتي بقت اكثر حده، بس مش معناه ان انا قاسي، لدرجه حتى بنتي تقول لي ايه انت بقيت جامد قوي ليه كده؟ هي يعني متعوداني شويه فاكر كده، اللي تقول لي انت بقيت جامد، بقيت جامد كده، لان هو ده القصه. لان النهارده انا عايز، انا راجل كسيب عندي اهداف وعندي حياه عايش لها، عايز استمتع بيها وعايز احققها وعايز اسعد اللي حواليا، فما ينفعش انام في الخط. انام في الخط ما ينفعش. طب يا دكتور، حضرتك قلت لنا قبل كده الذكر يثقل بالشدائد، ده في حلقه سابقه من البرنامج، وفي تراثنا بنقول ادي لراجل فلوس وسلطه وشوفي معدنه الاصلي. سؤالي بقى لحضرتك، اشمعنى الفلوس والسلطه والشدائد بتبين معدن الذكر الاصلي من الفلس؟ خلق الذكر ليبني من الصفر واقع جديد، وزيك الامريكان عندهم مثل زي ده، بيقول لك ايه؟ When it gets tough، اما الظروف تبقى صعبه، the tough gets going، الشداد هم اللي بيكملوا. فالفكره كلها ان الراجل اتخلق ان هو يبني من الصعوبه، من الصخر. ولذلك حضرتك هتلاقي اغنى بلاد في العالم هي اكتر بلاد ما عندهمش شيء موارد، الشده دي مخلياهم يشتغلوا وينجزوا. اليابان ما فيهاش حاجه خالص على فكره، اليابان جزيره في المحيط الهادي في اخر الدنيا، يعني حتى ما حدش بيعدي عليهم، ما همش طريق اي حد اصلا، يعني احنا في مصر احنا طريق العالم كله يعدي علينا هنا، لكن اليابان ما حدش عدى عليها اصلا، ومواردهم محدوده، بلادهم صخريه جبليه بركانيه، الزراعه محدوده، ما عندهمش بترول، ما عندهمش موارد معدنيه، ما عندهمش حاجه خالص، ومع ذلك من اغنى دول العالم. ليه؟ انهم رجاله، دول مسمينهم كوكب اليابان، كوكب اليابان لوحدهم. فالفكره هنا ان الذكر خلق ليخترق الشده ويحولها لايه بقى؟ لرفاهيه، لمكسب. ودخل الفلوس والسلطه بقى انها تكشفه ايه؟ ما هو لو الراجل معاه فلوس وسلطه وغير مخترق وبخيل على اللي حواليه وبخيل على الانثى اللي في حياته، ده مش راجل اصلا. مش انت راجل ادي فلوس وسلطه، هو مين بقى هتعمل ايه؟ ما عملش سلوكيات الرجال، عمل سلوكيات ضعيفه جدا. طيب ليه حضرتك دايما بتقول لنا يا دكتور بقى ان الراجل كسيب؟ هل اللي عايش في ضيق حال يعني معطل طبيعته الفطريه وذكورته؟ لا طبعا، الراجل كسيب معناه ان هو فيه بيكسب. طب هل انا مقع انا مش راجل كسيب؟ لا انا راجل كسيب، وقعت ايه المشكله؟ بس الراجل الكسيب ما يتكسرش، الراجل الكسيب يقع ويقوم تاني اعلى من مكان. وبصوا حواليك هتلاقوا النوعيه دي موجوده، مش كتير طبعا، بس هتلاقيها موجوده، تلاقيه وقع وبعد ما وقع قام اعلى من مكان، لكن في واحد يتكسر بقى وينام فيها، ده ما يتصنفش عندي راجل اصلا. ده استسلم يا دكتور. طبعا انا بسميه الرجاله المكاسير، اتكسر بقى ايه ولسه هقوم، خليني بقى اصل انا زهقت بقى الدنيا، هناخد زماننا وزمن غيرنا. بسمعها والله من صحاب ليا، زملاء ليا من زمان، اخد زمني وزمن غيري. يا عم زمانك انت عشت اصلا، انت ما عشتش اصلا عشان يبقى ليك زمن اصلا، انت مش موجود،
انت بس موجود على شهادة ميلاد، بس هي ربنا اكرمك وليك وجود على شهادة ميلاد، لكن انت مش موجود اصلا، وجودك زي عدمه.